السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وقناة ريندا شانيل. كنتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال أنتم والناس اللي عزاز عليكم. وصفة اليوم ليست بوصفة للطبخ، إنما هي وصفة طبيعية للحصول على جسم ممشوق وبطن بدون دهون. وصفة اليوم هي عبارة عن مشروب حارق لدهون الكرش في 7 أيام فقط وبمكونين أساسيين فقط. هذا المشروب رائع جداً وهو جد فعال وسيساعدكم على التخلص سريعا من دهون البطن. يمكنكم استعمال هذا المشروب سواء بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية. المكونين الأساسيين لهذا المشروب هما ورق الغار أو ورق الرند والقرفة، اللذان يحتويان على الألياف التي تجعل الشخص لا يشعر بالجوع، وهذا ما يساعد كثيرا في التقليل من الحصص الغذائية أثناء اليوم، وهما يساعدان كثيرا في منع تخزين السوائل في الجسم، وهي التي تسبب أو لا تتسبب في حدوث زيادة في الوزن وانتشار الدهون به. كما أنهما يقومان بتنظيم نسبة الأنسولين في مجرى الدم، شيء الذي يساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي، وهذا بالنسبة لمرضى السكري. كذلك تعمل القرفة وورق الرند على تسريع وتسهيل عملية الهضم، مما يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة، شيء الذي يزيد من حرق السعرات الحرارية الموجودة في الجسم. وهما يقومان أيضا أو يعملان على تفتيت الدهون العنيدة، خاصة تلك المتواجدة في أسفل البطن وعلى مستوى الأرداف كذلك. أما بالنسبة لطريقة التحضير فهي جد سهلة، لا تتطلب كثير من الجهد أو من الوقت. سنحتاج إلى ما يعادل 5 أوراق أو 7 أوراق من ورق الغار، وعودين إلى 3 أعواد من القرفة التي يمكن تعويضها بالقرفة المطحونة. نضع 2 كوب من الماء البارد ونضع الإناء فوق نار هادئة ونترك الخليط حتى يغلي جيدا. حتى تحصلوا على مشروب مركز فأنا أنصحكم بتغطية الإناء أثناء الغليان. نترك الخليط فوق النار لمدة 5 دقائق تقريبا حتى يتغير لون الماء فيصبح لونه أصفر داكن أو برتقالي داكن. كما تلاحظون معي هنا، هذه هي النتيجة النهائية للخليط. بعد ذلك سنقوم بتصفيتها حتى نحصل على المغلي ونرمي البقايا. هذا المشروب رائع جدا وفعال جدا في تخسيس البطن وإزالة دهون البطن العنيدة، وسيخلصكم من جميع الدهون العنيدة المتراكمة في جسمكم. وكما تعلمون أن الورق الغار مذاق لذيذ جدا، فالجميل في هذه الوصفة أن لهذا المغلي مذاق لذيذ جدا، الشيء الذي سيساعدكم على تناول أو لا شرب هذا المشروب والمداومة والاستمرار عليه حتى تحصلوا على النتيجة المرغوبة. أما بالنسبة لطريقة الاحتفاظ أو تخزين هذا المشروب، فنضعه في قارورة زجاجية ويمكننا الاحتفاظ به في الثلاجة. هذا المقدار الذي حضرت معكم فهو ليوم واحد، 1 كوب في الصباح على الريق وكوب آخر في المساء قبل الذهاب إلى النوم. كذلك أنصحكم باتباع نظام غذائي متوازن موازاة مع هذا المشروب، وذلك للحصول على نتائج مرضية وفي أسرع وقت. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الفيديو الذي أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء، مع السلامة.